الله بيان حراك الجبل وباطن الجبل وأعيان ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني إلى السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية. من هذا المكان نناشدكم نحن أهالي الجبل وباطن الجبل بأننا لحمة واحدة، نطالبكم بحقوقنا المشروعة المتمثلة في الخدمات الضرورية بكافة المناطق الأخرى، والالتفات إلينا بنظرة جادة دون نظرة التهميش التي عانينا منها طيلة السنوات الماضية، وذلك من تردي في مستوى الخدمات المعيشية والاجتماعية. عليه نطالبكم استكمال الطريق المجدوز من مدينة العزيزية إلى مدينة غدامس بكافة المرافق الخدمية باعتبارها شريان الحياة لمناطق الجبل بالكامل، وما يعانيه أهل الجبل وباطن الجبل من حوادث الطرق الأليمة، ووقفا لنزيف الدم، وإنشاء نقاط للأسعاف والطوارئ على طول الطريق الرئيسية بكافة المناطق. ومن هنا اتفقنا نحن أهالي الجبل وباطن الجبل على مطالبتكم بسرعة الإنجاز في التنفيذ والالتفات إلى مطالبنا بشكل عاجل من الحكومة وكافة من طلبناه بمطالبنا المشروعة التي ذكرناها لكم بالتفصيل، وذلك في غضون 15 يوم من تاريخ هذا البيان. ونبلغكم بأننا سنواصل الاحتجاج بصورة أكبر وإيصال أصواتنا إلى كل من يهمه الأمر في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.